اهلا بكم من جديد، لسه مكملين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وافرح يا اهلي. اتكلمنا مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واتكلمنا معاكم، شفنا الامور عامله ازاي. خلينا نتكلم في الناحيه الثانيه بقى، خلينا نتكلم في الشرقاء الجدد، خلينا نتكلم على اعلام المصريين بقيمته وقدره الكبير، زي ما بنتكلم دايما على شركه بريزنتيشن واعلام المصريين والدور الكبير في الاعلام المصري. عشان كده الفقره دي فقره خاصه جدا، معايا المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي عمليات مجموعه اعلام المصريين. شرفني يا فندم. اهلا بيك واهلا بقناه النادي الاهلي. مبروك يا فندم، عقد رعايه كبير وشراكه محترمه بين النادي الاهلي وبريزنتيشن واعلام المصريين. اهلا بيك، والحقيقه احنا بنتشرف بان احنا النادي الاهلي اخترنا من ضمن المجموعه المتقدمه ان احنا نكون نفوز برعايه النادي الاهلي. دي يعني تعتبر الحدث الاكبر في تاريخ الكره المصريه او تاريخ يمكن الكره الافريقيه كمان. مهندس حسام، أسماء الكبيرة دايما بتكون جنب بعضها، وجودكم مع النادي الأهلي وجود النادي الأهلي معاكم وهذه الشراكة التجارية الكبيرة أكيد ليها معاني. هي الحقيقة يعني النادي الأهلي يعني زي ما بيقولوا حدث ولا حرج، يعني هو نادي عملاق، ما مش محتاج إن أنا أشرح مين هو النادي الأهلي في قناة النادي الأهلي. إنما أقدر أقول لك إن بريزنتيشن هي شركة من الشركات الرائعة، هي إحدى شركات مجموعة إعلام مصريين، وهي وجود بريزنتيشن كشركة من شركات التسويق الرياضي والحقوق الرياضية جوه مجموعة إعلام مصريين بيضيف الكثير. بريزنتيشن حققت نجاحات كبيرة قوي في الفترة اللي فاتت، في السنتين ثلاثة اللي فاتوا حققت طفرة كبيرة، قبل كده كان عندها نجاحات كبيرة، إنما نقدر نقول في السنتين ثلاثة اللي فاتوا بالزبط حصلت طفرات كبيرة قوي على إيد بريزنتيشن. بريزنتيشن النهاردة بيشتغل على حقوق رياضية زي ما بيقولوا بالعرض الـ السوق كله، سواء كان في كرة القدم أو في الرياضات الأخرى، بيشتغل على الحقوق ديت في مصر وبره مصر كمان. فنقدر نقول إن حصول على رعاية النادي الأهلي هو تتويج لمجهودات كبيرة بتعملها بريزنتيشن بقالها فترة في السوق المصري. تتويج كبير لشركة كبيرة بقت من الشركات العملاقة تحت إدارة مجموعة إعلام المصريين، لكن دموع الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ليها معاني كبيرة ودلالات النهاردة. الحقيقة يعني محمد كامل يعني تقدر تقول عليه، هو صحيح هو رئيس مجلس إدارة الشركة وهو العضو المنتدب ليها، إنما محمد كامل هو الجندي الرئيسي جوه بريزنتيشن، هو واخد الشغل كله على قلبه، اتحرك بيه كله على قلبه. فعشان كده الكلمات اللي قالها دي أنا متأكد إنها كلمات مش متحضر لها، وإنها كلمات هو قالها من قلبه بجد. هو عقد رعاية النادي الأهلي فعلا بالنسبة له على مدى الثلاث سنين اللي أنا تزاملت فيها معاه في مجموعة إعلام مصريين، دائما أبدا كان عقد رعاية النادي الأهلي بالنسبة له هو آخر السكة زي ما بيقولوا. فالنهاردة كلام حقيقي جاي من قلبه، من مجهود كبير عملته بريزنتيشن وفريق العمل بتاع بريزنتيشن. فريق العمل بتاع بريزنتيشن كمان كلهم يعني تقدر تقول عليهم شباب مهتمين بس بشغلانتهم، وزي ما مختارين الشعار بتاعهم الكرة حياتنا، فهم بالنسبة لهم الكرة حياتنا، وإذا كانت الكرة حياتهم فأكيد نادي الأهلي يعني بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي وإنجاز عظيم لبريزنتيشن من هنيهم عليه. شايف سعادة في وش حضرتك وفي كلامك وحماس واتفاق كبير جدا، وإعلام المصريين وبريزنتيشن مع النادي الأهلي أكيد المثلث ده هنشوف منه حاجات كتيرة تبدأ بالرعاية. أكيد أنا متوقع إن إحنا اللي جاي يعني عقد الرعاية هو نقطة البداية، يعني هو ده مش نقطة النهاية عشان الناس ما تفتكرش إن إحنا حصلنا على عقد الرعاية فخلاص. عقد الرعاية هو البداية، لأنك أنت تبتدي تعمل شغل لصالح النادي الأهلي وصالح الكرة المصرية. طبعًا إعلام مصريين بقيادة الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة بتشتغل طوال الوقت على إن هي تبقى رقم واحد في كل المجالات اللي بتشتغل فيها، فإحنا بنشتغل على رقم واحد في مجال التسويق الرياضي، فكان بريزنتيشن معانا بقيادة محمد كامل، وطبعا الرعاية اللي شمالها مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود خطيب الحقيقة كانت يعني دافع كبير قوي لأن احنا نتحرك، وإعلام مصريين بقيادة تامر مرسي وبريزنتيشن بقيادة محمد كامل إنها تقدر تتحرك عشان خاطر
تحقق اللي النادي الأهلي كان طالبه أو النادي الأهلي كان متوقع أن هو يشوفه من شركة الرعاية. أخيرا حضرتك تقول إيه على يعني هذا الاتفاق أو الرعاية اللي فاجأت الناس كلها؟ يعني 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 الناس فجأة كده بتصحى على حدث كبير جدا وشراكة كبيرة جدا بشكل مفاجئ جدا. هو زي ما قال الأستاذ محمد كامل في كلمته، احنا لحد امبارح الساعة 8:30 بالليل ما كانش معانا عقد لسه، عقد الرعاية، فاحنا عرفنا بان الاختيار تم والموافقة عليه الساعة 8:30. فالاستاذ تامر مرسي مع الاستاذ محمد كامل اتفقوا ان الاعلان عن حدث زي كده لازم يكون بشكل يليق بيه. ابتدت الترتيبات من الساعة 9 بالليل امبارح لحد ما الناس النهاردة شافتنا على الهواء الساعة 12 الظهر. الحقيقة ان النادي الاهلي وإدارته التنفيذية سخرت لنا كل ما يمكن عشان خاطر نقدر نحنا نلحق في الساعات القليلة دي نحنا نقدر نعمل حدث مهم وحدث شكله يخرج بالشكل اللي يليق بجمهور النادي الأهلي وبالنادي الأهلي نفسه. شكرك يا فندم، شرفتني ونورتني، من نجاح لنجاح ان شاء الله. شكرا لكم. ولسه هنشوف من برزنتيشن اعلام المصريين الكتير واضافه كبيره جدا جدا للسوق المصريه، شركات مصريه بتؤدي بهذا الشكل كمان وبتفوق الشركات الاجنبيه. فعلا شكرا لكم. اكيد، وبنتمنى لقناه النادي الاهلي بقى مع برزنتيشن نعمل شغل اكبر بكتير من الفتره اللي فاتت ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لك. طبعا الشكر موصول للمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعه اعلام المصريين، وشكرا لحسن المتابعة.